متابعي قناة حنبال عسلامتكم وين ما تبعوا فينا من تونس ولا من خارج تونس خاطر يجوني هكا 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 مساجات من برا متزايروا من ليبيا. تحية لكم الكل وين ما تبعوا فينا. حلقة جديدة من برنامج وين ماشيين اللي يتواصل كما قلنا لكم في شهر رمضان. وجينا الولاية القيروان. قيروان اليوم باش نشوفوا أحوال القراوة وباش نعملوا دورة في هالبلاد المزيانة ونشوفوا شنية أمورهم. يلا نتابعوا مع بعضنا. كما قلنا لكم جينا قروين وقروين ورمضان وين النجم نشوف احوال البلاد كان في المرشي لحداش متاع الصباح. ما شاء الله حركه كبيره وكبيره ياسر. دونك كما قلنا باش نتبعوا احوال القراوه. يلا نسمو من بعضنا. حاج عسلامه. حاج نهارك زين. لاباس عليك. الله يسلمك. احوال قروين الحمد لله. والله لاباس. يا امورك امورنا واضحه. والله لاباس 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 الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يريد الشعب وتلا لباس. انا رايدين. وصلتوا عني به سيدي رمضان. صلي وسلم عليك. هذا برنامج وين ماشيين. نحن ان شاء الله ماشيين للجنه وهما ماشيين لجهنم. مراه تو شريت ما عندها سباله قال لها انت ما قلت باش تتعشى وباش توكل. ومركبوها لها واحد لليه. قالت لي برا هز بي حالي. صدقيني هاني باركه تحب نهزك ليها هاي. باهي عاملين من المنتج للمستهلك في القروين. المستهلك موجود والمنتج ما فماش. البلاكه نحيتها هنا بداية البارح. طبقتها وديتها المعتمد قلت له هز السل الوالي. فيها حد شيء لا سبيت لا عركت لا حد شيء. ماتت العبيد. القروين مسكرين فيها 30 كوشه. القروين تنتج في الشاميه عندها معمل. في الطماطم عندها معمل. لا اله الا الله محمد رسول الله. دو خوه الواحد والله دو خوه والله. الحاجه تعرفوها انتم تنتج فيها القروين ومسكرين علينا اللعبه. ليش ما نعرفش. عندنا ديوان زيت لهنا زاده معمل. اي عندنا ما عندناش حد شيء. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندنا جمعية بتاع شبيبة زادة تنتج في الجواريت. تنتج في الجواريت. عاصمة الإسلام من الآخر الفهم يفهم. وريقي شايع بنية عمي وعلى أعصابي. معنا ومعاكم ومع جميع المؤمنين مطالبين منكم حد شيء. لا تعطونا ديار لا خدم لا شيء. سايبونا خنوك لو أكهو. نحكي معاك عندي أربعة صغار. لا مشيت له على كرني أبيض ولا عندي كرني أصفر ولا حاسي بيهم. ولا حاسب حد شيء. سايبونا اللعب شوي خنوك لو نعيش وكهو. وين ماشيين الحقيقه ماذا بيا على موجات ايجابيه. ماذا بينا على الحاجات المزيانه في بلادنا يا خويا. خلينا نعملوا هدنه شهر ومن بعد نرجعوا لمشاكلنا. شنو احوالكم في قرية؟ لاباس لاباس الحمد لله. حركه ما شاء الله لحداش نتاع الصباح. ما شاء الله ما كل شيء غالي. غالي بنيت عمي الفلفل ب 4500 والطماطم ب 2000. اش حاب تعمل؟ صباح الخير. ان شاء الله رمضانك مبروك. ان شاء الله عيدك مبروك. ومرحبا بكم. قروين باهية راهي في رمضان. ما احلاها قروين في رمضان. علاش احنا بدينا الله ما شاء الله ما شاء الله. قروين ديما حافلة في رمضان. ديما حافلة. تحس في رمضان بالحق. خصوصي في الحدادين تحس روحك رمضان بالحق. رمضان قبل رمضان زمني رمضان نتاع العادة والعوايد. ما شاء الله. ان شاء الله ربي يرفع الوكس علينا وان شاء الله مبروك علينا يا ربي. وان شاء الله يا ربي يحنن العباد. احلاه رمضان في قروين معاك على خاطر احنا في ثنيه بالحق دايخين دوب حاطين ساقينا في القروين. ما شاء الله الروح ولا القروين. اسمع رمضان لازم نحيروا منه ولازم حتى مهما يكون زوالي لازم القفه تتعب. لازم لازم ربي سبحانه يجعل له قسم وربي سبحانه يجعل لك طريق تعب القفه وتروح مهما يكون. حتى زوالي رانا زواوله وتتعب القفه وتتعشى الناس الكل ونتفردوا الناس الكل. ناي هاني هجيره كرني ابيض نقصي 200000 بنت تمشي للعينه ما يعطوها لكش. الماء مش يقص علي الزو مش يقص علي. قيط في الديار طلع اسمي قال لي والله نلزقها ندخل التضامن عرضوا التضامن بخيوط تذهب هنا تاخذ العينه. انا ما ناخذهاش. قول لهم يرقوا بالبشر يرقوا بالزوالي يرقوا بالقليل. انا في جرتي عازل بطل افريقيا في الجري في البسكلاتات لولي كمل الجمهوريه راه وصلني علي محمد نصيبي. اه وولدي متحطم ضايع للشر. انا ولدي بقيله البارح طيبنا عشينا شكشك وطرش 90 كيكه
قلت له محمد زي ما تشي كان ولدي هذيك راه ولدي راجل. قال لي يا ماما نوكلها تو نروح نلقاها في الجنة. ان شاء الله يا رب. وصلي صوتي قولهم قولهم تبعوا المؤسسة تبعوا التضامن تبعوا الولي الولاية المعتمدة قولهم راهم مضيعيننا. هذه قناة حنبال حنبال. الله صل على النبي. برنامج وين ماشيين؟ برنامج وين ماشيين؟ قالت لك برنامج وين ماشيين هذا؟ وين ماشيين؟ ان شاء الله نمشيو لبيت مكة. ان شاء الله يا ربي. هكا ولا يا ولدي. اسمعني بنيش. ارفع علينا الظلم. لازم القناة ترفع علينا الظلم. هذا عام الاول. شهر سنين ساعات باش نمشي للعمرة فهمني قلبنا لتو ما مشيناش وتع مناول تقصد مش عم ناول اي وتع مناول عم ناول قبل الكوفيد برشا كيفك يا حاج وتو ما عادش نجم نمشي عجزت كبرت وفلوس ما حبوش يرجعوا له يرحم والديك ما باش يرفضوا لنا ما باش يرفضوا لنا فلوسنا ان شاء الله ربي يكتب لك يا حاج هذا الطاهر بريزع معروف مناظر من مناظر بوراقي باموري احكي لي احكي لي قروين احكي لي على قروين المزيانه احكي لي على البلاد المزيانه بلادنا مزيانه بلادنا مالها كلهم كرماء نظلفوا كنت تفضل عندنا الليله سوق الفطر جو 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 هاي نتعشى عندك نعم نتعشى عندك تفضلوا بحذانا الليله سوق الفطر دبرنا واش نتعشاو يا الاولاد وكان عندكم معاكم جماعة آخرين احنا ثلاثة احنا ثلاثة عندك ثلاثة كراسي زايدين حتى ستة ستة مرحبا بكم احليك يا حاج وجيب معاهم ان شاء الله ديما عامرة يا حاج عايشة بنيتي يا صحاك ربي ليها وبعيدها ربي ربي يعاونكم عايشة نحن أولاد القيروان الأصليين كلهم هاهم هاهم هاك تخرج والله يفرحوا بكم وضيفوكم تفضلوا وحدانا مرحبا يعيشك يا حاج ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله رمضانك مبروك ان شاء الله رمضانكم مبروك وسلمنا على الجماعه الكل غادي يوصل هاك وصل سمعت عاش وليدي يرفع حالك الاصل نتاعنا والتابع نتاعنا هاك كنت تسند فيه هاك كنت تسند فيه مشينا مشينا ما عادش القروين يا حسره عليه يا اختي القروين يا حسره عليه وين كل شيء فيها توا تمشي خطوتين تلقى الزاتله تمشي خطوتين تلقى الحرابش مشيت البلاد ويني مشيت مشيت فيها فوف دخلت فيها فوف القروين اش تحكي لي يا اخت وين الناس مشيت على روح ضيعوها البلاد ضيعوها البلاد شباب توا صغار شباب توا وين 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 معاش خالد ثم ناس نعرفهم معاش خالتين حتى على حق خبزه توا معاش خالتين العينين شاحت من الدموع معاش تبكي القلب ولا يبكي توا وين برا طل ادخل للرحبه وتشوف بندخل الرحبه وشوف شوف الناس الزويوله شوف الناس اللي نعرفوا عمرها ما مدت ايديها في القروين مدت ايديها وين يا اخت يا حسر يا حسره كانت محلاها الضحكه قبل وكانت الناس الباية وكانت الناس الطيبه فهمتني ويني تو ويني مشيت كون فنانة مع الورقه كون فنانة مع القلايه افتكر بريكه عامله بريكه من شهوات رمضان حمص لامبوكتي مع الحوطه احلى بريكه في افريكا ادري انت فنانة مع الورقة افتكر بريكة من بريكة من شهوات رمضان احلى بريكة في افريقيا ورقة دري حمص لمبوكا يطيب مع الهوتة ورقة دري والبريكة وين هي توا ما عندكش بريكة يعني فات الورقة عندي فات نجيبو شوية شوية نرقى السميد شوية شوية نرقى ايوا نرقى السميد فني نرقى شكارة بالسيف نرقى وقال يقولوا لي باتين ده والسميد فني يبدا فني في النوار بكل شركات تبدا في النوار تبعد فيه بعيد والزوالي ما يخدمش عليه قال ربي هكا ما قالش ربي بني كي نرقى في الشركه ما تقوليش في النباتين ده اعطيني شكايره ونقول لك بارك الله فيك وربي يفضلك خلينا نخدم على صغاري وكرايه ونهز روحي ويرحم وديهم من فوق ويرحم وديكم انتم وربي يفضلكم ومرحبا بكم وزارتنا البركه ان شاء الله كل عين ربي يديم هالضحكه وربي يديم هالذمار هذايا نتاعك وعلى ربي ان شاء الله خلينا مخنينها على ربي والحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر وربي فضلنا وحننا على بعضنا الامه بجانبي وسيدنا علي يا ربي حاج وين ماشيين بالذاك يا واللوز والدنيا لمشخشفه عندك والله ولا اعرف عليك وين ماشي يا تونا انت وين ماشي؟ لهين دارنا شرك واحنا وين ماشيين؟ ولا اعرف عليك والله وندري عليك وخيتي وين ماشي يا تونا والله ولا قول
لي براول الخير براول الخير هذه كلمه سمحه طيبه براول الخير ما يسيش ماشي الفلفل ب 8000 ما فماش الفلفل وينو الفلفل سي الفلفل ب 8000 سي الفلفل نقول لك حاجه مشيت نقضي يا اخي قضيت حاجات قال لي فلفل قلت له ما عندكش قال لي لا استنى جبده من تحت الطاوله معناها نحن بالوجوه الفلفل بالوجوه سي الفلفل لازم يكون بالوجوه خاطر في المرشي ب 8000 صباح اليوم رجعنا يا مقبل حتى واحد فلفل ما حبيناش ناخذوه زوالي ومش يمشي زوالي اقسم بالله البطاطا ب 17100 الطماطم 2400 قارص ب 2000 الفول ب 700 نورمال معتبر كل شيء فهمني ولا راه بدينار و 3000 هذاك البر يرخصوا للمسلمين في الخضره في شهر رمضان نحن انا نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وين ماشيين قولي وين ماشيين راه عندك شي حل وين ماشيين هذيك اللي انا جبت ان شاء الله رمضانكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير عاشك يا سيدي مرحبا بكم واحنا متعدين هوني في مرشي قروين وتحيه لكل ام واقفه في الكوجينه تحيه لكل ام تعبه علينا احنا نخدموا هما يحضروا في عشينا احنا مرقدين وهما يحضروا في عشينا احنا نتفرجوا في المسلسلات وهما ينحيوا في المعون تحيه لكل ام وبالمناسبه بوسه على جبينك يا ماما ونقول لك اليوم ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير عيد ميلادك اليوم ربي يفضلك لينا ويديمك تاج فوق روسنا حلي ديك خري حلي ديك بدينا نتعبوا تو واه مازال نهار طويل وانا احنا من 7:30 احنا 7:30 ومن 8 نحو الى المقروض ما شاء الله المقروض والله هو خارج هاو تو باش يحضر في سلعه اخرى كي تدخل الشرطه تلقى السميد والفرينه وسكر يفكوه علاش نحن باش نخدموا معنا باش انت ما تخدمش باش انا ما نخدمش واسجل هذا بالله مش قلت السميد وزيد حكينا فيه عنا شهر باقي لليوم هما بالحق تمشي للشركه حتى تنزل الباتين تقول لك ما عنديش ويمشي بها هو دوب للكناتري والكناتري بحنا لنا نحن بالتليفون يجيب والله اما شكاره نتاع 20 كيلو نتاع 20000 تجيني انا ب 50000 فاش نقاسيو فاش نعانيو يا ربي احسن حاجه في قروين رزيونا فيها وين نمشي وقت هم رزونا فيها هم رزونا فيها انا حابسين ماناش نخدم وانا قاعدين واقفين انا واقفين هاش يحبوا واقف بيع الخدمه سنة بعيده على حانوت يظلي فيه 30 يظليوا فيه 5 من الناس ولا 10 5 عائلات ولا 10 عائلات يخليوهم عليا كيما هكا لسميد لفارينا لحد شيء لخدمه هما يحبوا يوقفونا هما انا واقفين علاش هكا علاش عاملين فين شنو نحن شنو معناها انا نقاو سكر انا نقاو سميد انا نقاو فارينا منيش وين السلعه ويني انا حابسين قاعدين مانيش نخدم انا واقفين والله هاو دبوسه غاز ما ثميش غاز غاز والله غاز لا ثميه دبوسه غاز في البلاد ما ثميش هاو الغاز القاسيو في الغاز والله نجري غاز سميد فارينا سكر باش مش تخدم المواد الاساسيه مش يخدموا بها ما ثميش انا كي خرجت في رمضان قلت باش نركز على الحاجات الايجابيه حبيت نجي لقروين بلاد الخير وبلاد ريحه رمضان مش نقع في قروين يا اخي ما شاء الله ها سمعت ولي هاك وين تمشي ما تلقى الديرة والله اقسم بالله نعانيو والله نعانيو نحبوا شكون يعطينا كلمه باش نتكلموا على القطاع نتاعنا هذا نتاع المقروض فاش نقاسيو فاش نعاني قلوبنا تعبيت منهم هما تعبيت القلوب نتاعنا وليت فاضت والله نحب هكا مره نهار نتكلم ويوصل صوتي بالطريقه ذي ما يجينا حد ونذبوه وما عندي هناك حوانكية أخذي بعشرين ألف وباش نعطيك دبوسة زيت سامحيني عشرين ألف قرية نعطيك دبوسة زيت هذا هو بره يرحم اللي بمعك يرحم اللي بمعك أنا مش نبيهوي كيفاش بشي ها 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 تبعوا فيه ديما اختي لا فما فارينة لا فما روز لا فما زيت لا فما سميد بالحق لا فما عذار دبوس القاس خديتها ب 10000 اختي وين ماشيين تاخذ دبوس زيت لازمك تاخذ معاها قضيه مش هكاك ما يعطيكش ويحتكروا كلها اشترت كلها تبيع بالزيت والكلها تاخذ في دبوس القاس والزيت ب 35 دينار بالحق اختي وين ماشيين؟ ورينا كيفاش تمشي؟ وين ماشيين اختي؟ انا نمشي وين بتانا؟ انا بتانا بالمشتر ما فهماش يخدم العباد بالشوارع عاملين طيب يعلم بها يا ربي
ولا يجيو فهمت ولا غادي كاينه فهمت ولا يجي ينصف في حاجه يخدم يخدم على الروح حتى في حاجه بيستور في حاجه ما يخليهوش. أقدم حانوت في تونس أنا في أنا قريب في تونس الكل. أي قداش عمرك؟ عمره 300 سنة قد عمرك 10 مرات. علينا 100 سنة. لا أنت صغيرة ما شاء الله. أي حانوت دايرته أقدم حانوت في تونس وأعز الحس في تونس. صار تخلط العباد عن حال. تخلط إيه خاطره يقعد هو مش تشري. يشريه ويقعد له مش يشري حاجة أخرى وبعد ما يلقاهاش هذه حتى بعد كي قدام تلقى فلوسك. يا عم صاحبي شنحوي لكم؟ لا لا بس علينا. والله في نعمة. أما شوية صبر تو طريق الأمور شوية صبر واسمع كل حاجة فيها فيها وعليها أما نصبر شوية تيمو ديما في الشيخين تيمو مرة تجي فترة مرة مشنا شيخين وبعد نرجع مرة شيخين ومرة داخين. لا لا ما يصيرش عشان نقول لك مو اسمع مرة مرة أبيض ومرة أسود هاتا ويتعدى الأسود يجي الأبيض. على عينكم رمضانك مبروك. يا علي وتفجعت تفجعش الساعة لأني أنا الخدام مش هوني أنا وحدي نقدي. شنحوال الخدمة وشنحوال المقروض وشنحوال المواد هذه المفقودة وش عاملين معاها؟ والله شيء والله برشا تعبنا برشا تعبنا نشري وتعبنا برشا كل مرة بيزيدونا حرام عليهم حتى للعباد اللي هيدي اللي ما عندهم شوي برشا 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 والله تعبنا برشا يعني صنعة هيدي 50 سنة حانوت لأقدم حانوت والتوى شيء غالي كل شيء غالي وبعدين احتكار كبير كل صراحة. منين يا حاجة؟ أنا أصلي سورية. سورية. مش عندك من عام في تونس؟ أنا عندي 42 سنة ولدي مدير مجازان في الجزائر العامة في في القيروان. أولادي الحمد لله بالقدا. ما شاء الله. أولادي. سورية وتعمل في المقروض القرواني. والله أنا نستهلكه نبيع. ناخذ من هيدي نبيع اما هن يوميا هاي هذا يعطينا هاي شيء زياده كثير حرام حتى احنا على العباد ما نجم اي الحمد لله هاني ماشي الحمد لله بشوي شوي كنا بلاخه نقول لك ما عندها حتى نيه اخرى كنا نجيو نصوروا الماتشوات في قروان نجيو للشبيبه القيروانيه وتحيه للجماهير الرياضيه في القيروان والله يا حاجه واحنا مروحين روحوا بكويت مقروض والله روحوا بكويت مقروض. انا قبل التوريست يبقى واقف والقصاعة بتاعي فارغة وفلوس بيدي لالو نهز فلوس قولي له لي ها بدها مقروض ما فهميش حتى التوريست وين يا حسرة ما عادش زمان هداك مشي مع الزمان تو نحنا كما يقولوا واحد كل واحد يقطرها بشوية بشوية راهي قطرة قطرة عايشين الحمد لله أنا عايشين وين ماشيين وين ماشيين ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله نمشي وخير من قبل ان شاء الله ان شاء الله ندعو لربي على طول ان شاء الله تكون تونس احسن وخير من هيك بألف مليون مره تجري تجري فك التليفون من عند رجلها وباش تعمل معايا سيلفي يا اي سيلفي رجلها تغشش ولا مازال خليها التصوير ما يسالش هكا ضحكه وخبز القروين وما ندراك من خبز القروين ها أه؟ ها قولوا قروين نقولوا ملا ريحه نودكم ولا نشهيكم بابا 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 شعملنا لك يا خويا مرحبا خوذ هاي شعملنا لك عليه هي الريحه البنينه هاي كاو قروين معروفه معروفه بالخبز المقروض هذوما هم المعروفين في رمضان هذوكم هما يبداو احلى جوكم ومحلى ريحه رمضان في قروين قروين منسمي على رمضان فما تسيف خاطينا اما رمضان تبع ان شاء الله ان شاء الله الدنيا ترجع كما كانت يا ربي رانا ما عادش ان شاء الله ربي يفرج علينا يا ربي حنا ان شاء الله ترجع الدنيا كما كانت قبل الناس الكل راهي تتشكى من الاسعار فما فرينه انت قولي عليها الفرينه وين يعني ما فماش لا فرينه لا سميد لا والله عم يضحك هذاك اللي بيعمل عندي عندي هات بدل الرخصه بدل الرخصه بدل ما دير الرخصة ما فهم عندي رخصة سي مدير عندي رخصة طول من ديالك وسجلها شيش رمضان هذه لا بالواقع ما قلت جيب الرخصة طول نجيب لك الرخصة ونجيب لك الوحدة السجل التجاري ونجيب لك الباتين ده ونجيب لك كل ما دهبت ما دير هذي قالوا هو اللي قطع الفارينة ايه انا قطعت فارينة ما اسمي فارينة يعني
تيني كنا نخدم الشركه ما نعلن توا الكرسي تجيب في اربع او خمس كاميونات سميد في النار اه كي نمشيو نحنا يقولوا ما فماش المعامل منين جايهم هما المعامل منين جايهم المعامل منين جايهم تمشي المعامل يقول لك هاي الجمعه الجايه هاي الجمعه اللي بعدها هاي الجمعه الكذا يرسل ليه قسمونا على الاقل عملونا طريف طريف اليوم محلولين غادي غدوه تقعدوا مسكرين وين خبز معنا مش كل يوم ربي يقتل شرنا به حتى نلقوه اما الحرب فكراني ونديب في تونس ولا الحرب فكراني ونديب في تونس شوفي اختي انا نقول لهم شوفوا الخير الكل موجود اما العباد اللهفه ريتي ناكلوا ونعيطوا كل معيز يرضع ويصيح موجود الخير موجود نحو اللهفه كهو شنو هالبنة وشنو هالريحة البنينة وشنو هالجو في قروين آي آه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله رمضانكم مبروك مرحبا بك علينا وعليك عايش مرحبا بك هالجامعة شنو هي حوالو شنو هي حوالنا بعد عامين كوفيد شنو هي حوال ساعة لتوغيس توا هاني نشوف فيك عاي بيت شوية حركة إن شاء الله إن شاء الله فما إن شاء الله بقدرة ربي بدات حركة شوية جاو فما شوية أمريكان توا فما جروب طلينا فرانسيس دي بلج فما برشا دي بلج ان شاء الله ان شاء الله حاجه باهيه برشا دي بلج فرنسا فرانسيس امريكان بارتو مون سوف فما لي روس سنه مازالوا ما نعرفوش خاطر صعيب شويه بيسك فما الحرب بين اوكرانيا وروسيا هذوك زادوا بلي باش خلي بلاصه كبيره برشا علينا ولي شينوا اوسي زاد قبل كنا نخدم معاهم بالكدا من اللي صارت كورونا مازالوا ما رجعوش حاسين لي شينوا بلاش وين كنا وين وصلنا بيان سور خير من بلاش الحمد لله الحمد لله يا رب هالباب شبيه مسكر هذا والله هذا في الاصل كان بيرونا نتاع وكيد حياة وراس من اللي صار تصور 2011 خرجونا منه شكون خرجكم والله شكون دينا ما تحبناش احنا ما مره نحكي مع المندوب قال لي انتم تخرجوا تكريم برا هنا يومنا هذا ان شاء الله للدار نتاعنا في بالها بالحل قالوا شوفوا لنا حل وتو دوبوي 2011 قعدنا هكا هذا وجه تونس حسين وتو معناها التوريست يجي احنا مربوطين باللونتري ما نجموش نخدموا لبرا خاطر مربوطين لونتري بيونت بالنسبه للتوريست الكل وميم طون باش نشوفوهم من هنا انك معناتها ونعطيهم دي زانفورماسيون ونوريهم ليستوار جوست اكوتي وكهو قعدنا حسين في من 2011 قعدنا هكا في اللونتري في الباب في البرد في السخانه ان شاء الله انا علمنا تو المدير نتاعنا علم المدير العام وان شاء الله فما ان شاء الله ان شاء الله فما حل قالوا بحاول يمشيو لنا حل المره هذه المدير العام والمدير نتاعنا بلا لا جامع محلول ونصليو في الجامع وقروين عامره فماشي خير من هكا اللهم صل وسلم على سيدنا خالق اللهم صل وسلم على حبيب الله بعد عامين كوفيد ترجع الحركة في هالجامعة الصلاة وترجع الحركة وربي يتقبل وربي يثبتنا وكاو ذاك اش يقول شر بركة شر الصلاة شر التقوى اش خير منك بيوت ربي محلولة صلي ان شاء الله ربي بقى لنا الستر ما يدوم حال حتى بخلف رمضان ان شاء الله في امور اخرى ربي بقى لنا الستر انت تعرف اش تقصدوا فما الدنيا دبت الدنيا شالت ما عاد فيها شيء والله ما عادش يعجب حتى شيء وانا نصلي وان شاء الله ربي يتقبل مني وان شاء الله ربي يجريها على سيدي عز قلبه ارجع الجامع منور بماليه بالنور الكبير هذا يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد وين كنا وين صباح وين كنا وما يدوم حال ما يدوم الا وجه ربي ان شاء الله رمضان مبروك علينا وعليك اللي لخيت يا ربي يفضلكم وربي يحننكم قبل الله ربي يتقبل مني ومنك العمل الصالح تصلي الحمد لله بخير ونعم الحمد لله يا رب اللهم كان عمت بزد عامين وهجم عمسك هي عامين مع الكورونا ربي يرفع لنا البلاء والوباء والحمد لله تو ربي رحيم رب كريم هو محلول تو بيترب وصلت التراويح والحمد لله يا رب وربي فرج على الأمة بجاه النبي والليل إن شاء الله رمضانكم مبروك لي وليكم ولأمة سيدنا محمد في ماشي 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 نجدو زربية اسمع الشعبية متاع وين ماشيين في القروية الناس كلها تبع في ماشي في الماشي ماشي نتبع فيكم أنا شكون عندنا في تونس بالنسبة لي أنا باش نكلمك بكل صراحة كل إنسان يخاف في مصلحته أنا تو عندي قد عندي 11 سنة ما نكذبش عليك وقفت 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 أنت بيان سوغ المرقومة هذا عندي مقازا عندي صناع وكرا وقفت حملت وقفت فرحنا فات الكورونا بعد ما فات الكورونا جينا سيبوتي
سي بوتين وقفنا وستر الرب وان شاء الله العقبة خير، ما نجم نقولوا حتى شيء. ونختموا حلقتنا اليوم من برنامج وين ماشيين من جامع عقبة ابن نافع، البلاد المزيانة، بلاد الخير، بلاد الكرم والناس محليهم والريحة ريحة البنينة متاع رمضان، بلاد الزربية، بلاد المقروض، الخبز، الخيرات خيرات خيرات ربي ما شاء الله موجودة في قروان، ناسها محليها، برشا مشاكل تعديت بضحكة ولعبة. حلقتنا اليوم من برنامج وين ماشيين كما قلنا لكم في قروان، شكر خاص لمجدي القرقني على الكاميرا، شكر خاص لمروان نسيب اللي على البول جابنا اليوم القروان وصابيلو في الثنية، شكر زيدا خاص للعاطف العرفاوي في المونتاج اللي باش ندلل عليه في رمضان، خليلو الخدمة ونمشي للأخبار، وتحية ليك عاطف بمناسبة عيد ميلادك إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف ألف خير وربي يفرحك بالنوارات، بالمناسبة زيدا بوسة مرصوصة على جبينك يا ماما، كل عام وأنت حي بخير مرة أخرى. برنامج وين ماشيين كل نهار أربعة وأحد 10:30 متاع الليل على قناة حنا بعلي أنا وزميلي رياض الحمروني، قلنا باش نحاولوا هكا نعديو شوية موجات إيجابية لنعم الله دليل بعد رمضان إن شاء الله. من هوني الحلقة قادمة، نبقى لي كيف نقول لكم تصبحوا على خير، إلى اللقاء، بسلامة.